الناس فيك نشكرهم وتحضور كريم. بالنسبه لواحد العمليه تكميليه لهاد النقطه اللي صاروا لها الاخوان في الاوراش، بالنسبه لمجلس الماء راه فيها اربعه اوراش مختلفه اللي خصكم تعرفوها. كاين الاولى تهيئه مركز الجماعه التهيئه ديالو، وكاين تهيئه الجنبات ديال المستوصف ديال السبيطار، وكاين السوق ديال المشرق. هذا الاول، هذا في مده العمل ديالو 6 اشهر وتخدم فيه 30 واحد. بالنسبه للتهيئه كاين تهيئه وتنقيه المقابر الروابي تاعهم، كاين فيهم 6 اشهر وفيهم 10 المناصب، 10 عمال يقدروا يخدموا فيهم. بالنسبه لصباغه مقر الجماعه والمستوصف وواجهات ملحقه المشرق فيها 6 اشهر وفيها 20 واحد. بالنسبه لترميم جنبات المسالك الطرقيه، المسالك الطرقيه محددين فيها 60 كيلومتر ربما ديال الكودرو، كاين التنقيه ديالها وداك الشيء والتهيئه ديالها، فيها 6 اشهر وفيها عدد المناصب 20. هادشي اللي خصكم تعرفوا، لان الخدمه اللي غادي يخدموا فيها الناس راه خدمه فيها شويه ديال هذا. بالنسبه نتوما غتعمروا على مشاريع، ضروري خاصكم ديروا مقاربه النوع، تدخلوا النساء معكم في العمل وتدخلوا معكم ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه راه يقدر يقيد، يقدر يدير مراقب، يقدر يخلط الصباغه، يقدر يدير اي حاجه. ضروري دخلوا واحد النسبه ديال النساء باش المشروع ديالكم يتربح. وبالنسبه لهاد الشباب اللي ما يعرفش يعمر يتصل بينا ونديروا شي وقيته هنا بحال الخميس الجاي، نطلبوا من السيد الرئيس يعطينا الترخيص ديال القاعه ونجيو نجيبوا هاد الوثائق ونعاونكم في التعمار ديالهم، نعاونكم كيفاش يعمروا الوثائق ديالهم. بالمناسبه ديال اللقاء التوعوي والتحسيسي اللي برنامج الاوراش والمكتب المصرف الدوله لفعل الجمعيات والشباب والمقاولين، ونتمناو هاد البرنامج تاع الاوراش يكون ناجح وتستفيدوا منه، يستفيد منه الشباب العاطي، الجماعه القروية بن سنان، الجماعه الفقيره في الأورا، الفقيرة في واقع غنية في الأورا، اللي هي الجماعة المحتاجة لعدة أوراش تولى، خاصة أن في بلاد سنان كاين مؤسسات في الجماعة، الجماعة في بناء بنية جسدية، وفي إطار إنجاز برامج مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتشغيل الشباب العاطي ديالنا. فبالنسبة لهذا البرنامج تاع أوراش، المناصب هي 60 منصب هي غير كافية للجماعة نظرا لشساعة الجماعة وتواجد الشباب العاطي. كثير كنا نتمناو يضيفوا أوراش أخرى كصيانة مثلا الأوراش اللي فيها زراعة الزيتون ولا الدعم التربوي ولا التعليم الأولي ولا لحظة أولوياتكم، أوراش إضافية في الجماعة باش تستافد منها أكثر، يستافدوا الجمعيات والتعاونيات، يستافدوا دوك العمال اللي غادي يعملوا معاهم، يستافدوا من هاد المناصب الشغل من أجل محاربة الفقر ومحاربة الهشاشة ومحاربة الإقصاء اللي كيعانوا منه الساكنة في بلاد سنان والشباب العاطي. بالنسبة للتكريم ديالي اليوم من طرف جمعية الفتح للتنمية بجامعة بلاد سنان، هو فعلا طاقة إضافية، اللي كتزيدنا شوقا وكتزيدنا انفتاحا لعمل الجمعوي وكتشجعنا أكثر، وكتشجع الشباب اللي حاضر معنا اليوم كيشوفوا هذا التكريم حتى هما كيبادروا باش يعملوا أكثر. حنا كنوجهوا دائما الشباب والجمعيات الحديثة للعمل أكثر بصدق وبتطور وبجدية لتحقيق الأهداف ديالها المتوخات من أجل التنمية ديال المنطقة وخدمة الساكنة والصالح العام. بالنسبة لنا حنا كجمعية، حنا بالنسبة للشباب، بالنسبة للجمعيات المبتدئة اللي عندها 3 سنين 4 سنين وحتاجت شي مساعدة ولا دعم تقني، حنا درنا معاهم واحد اليوم إضافي الأسبوع المقبل باش نجيو نعاونوهم ونصوبوا لهم المشاريع ديالهم ونشروا كاع الوثائق ديالهم اللي غادي يقدموها للمجلس الإقليمي للحصول على المشاريع اللي كتدخل في أوراش. السيدات والسادة عضوات وأعضاء التعاونيات والجمعيات، والسادة المقاولين اللي حاضرين معنا، ورجال الإعلام والصحافة ورجال الصحافة والإعلام اللي حاضرين معنا بقوة اليوم، وكنشكرهم بزاف على هذه العملية.
سعيد بزاف من السكين والشباب، وراه عند حق الجمعيه اللي عمرو شد زوره يعمروا فاسي يعمروا اي بلاصه. وكنتمنوا لكم التوفيق ورمضان مبارك. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.